مشروع إنجي برايم الضخم في منطقة كاشستو. المشروع عبارة عن 9 أبراج زي ما أنتم شايفين، كل برج عبارة عن 17 طابق، في كل طابق موجود 4 شقق، شقتين 3 غرف صالة مساحة 190 متر مربع، وشقتين 4 غرف صالة مساحة 220 متر مربع. زي ما أنتم شايفين التسع الأبراج فيها 600 وحدة سكنية. الخدمات اللي موجودة فيها، موجود عندنا هنا محلات تجارية، موجود سوبر ماركت صغير، ميني ماركت، بالإضافة إلى وسط الأبراج موجود عندنا بناية خاصة موجود فيها الخدمات، من مسبح خاص بالنساء والرجال، وصالة فتنس خاصة بالنساء والرجال، وعندنا صالة ميني سينما، بالإضافة إلى صالة سكواش، وأيضا حمام تركي والساونا، بالإضافة إلى الألعاب الرياضية، ملاعب الأطفال والمساحات الخضر والحدائق، وعندنا مواقف مغلقة 3 طوابق بالإضافة إلى المواقف المفتوحة. الشقة اللي بنستعرضها لكم اليوم شقة 3 غرف صالة مساحة 190 متر مربع في البلوك جي، زي ما تشايفين في البلوك هذا، إطلالتها على البحر في الركن هذا، الدور 13 مساحة 190 متر مربع. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة على أرض الواقع. وصلنا أمام البناية البلوك جي، نصور مع بعض شقة 3 غرف صالة بمساحة 190 متر مربع، تفضلوا معنا. وصلنا الشقة، باب الشقة من هنا زي ما انتم شايفين، يمين باب الشقة عندنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات، شيء جميل ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين. يسارنا على طول الصالة، نتوجه إلى الصالة زي ما انتم شايفين يا جماعة الخير. الصالة مساحتها تقريبا نقدر نقول 40 متر مربع، وميزة في المجمع هذا انه الشقة كلها مزودة بورق جدران فاخر، الشقة جميلة، بالإضافة إلى ديكورات سقفية بإنارات ليد مخفية. الواجهة الأمامية زي ما انتم شايفين واجهة زجاجية مطلة كلها على البحر وعلى الطبيعة. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة، نطلع من الصالة نتوجه إلى المطبخ. يسارنا على طول بجوار الصالة المطبخ، زي ما شايفين المطبخ ذات كواليتي جيد وممتاز، دواليبها ما شاء الله نوعية جيدة، حتى لو تلاحظوا الأدراج فيها نظام الشفط الهيدروليكي. واجهة المطبخ واجهة بحرية، شيء جميل ورائع، بالإضافة إلى المنطقة اللي أنا واقف فيها مكان خاص بمنطقة السفرة اللي هو طاولة السفرة اللي نقدر نحط فيها في المنطقة هذه. يسارنا على طول عندنا مخرج البلكونة، عندنا البلكونة هذه تقريبا مساحتها نقدر نقول مترين ونص في مترين ونص، يعني إذا قفلناها بالزجاج الشرايح راح تصير غرفة رابعة. إطلالة البلكونة ما شاء الله تبارك الله على البحر وعلى الطبيعة أيضا. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والغرفة هذه، نتوجه إلى الغرفة. الغرفة هذه نقدر نقول عليها الغرفة الأولى زي ما أنتم شايفين، تمديدات التكييف واصلة لكل الغرف والصالة أيضا. نطلع من الغرفة هذه يمينا على طول عندنا دورة مياه أولى، بجوارها دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا الغرفة الثانية، مساحتها جيدة نقدر نقول انها 3.5 × 4، جيدة مساحة كغرفة فردية. اخيرا وليس اخرا غرفة الماستر، غرفة الماستر شيء مميز انه مكان راس السرير زي ما قلت انه الشقة كلها فيها ورق جدران فاخر، بالاضافة الى الدريسنج روم موجود فيها دواليب متكاملة وجاهزة وراكبة،
بداخل الدريسنج روم عندنا حمام خاص بغرفة الماستر، ويميننا بلكونة خاصة بغرفة النوم الرئيسية. البلكونة هذه إطلالتها رائعة جدا على الطبيعة، وفي إطلالة جزئية على البحر، شيء رائع جدا ما شاء الله تبارك الله. وكذا نكون استعرضنا لكم كل تفاصيل الشقة. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، ولا تنسوا أيضا متابعة فيديوهاتنا في اليوتيوب قناة بروج، وأيضا التفاصيل والأسعار موجودة تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.